فين يا عم الجي بي اس ده؟ مش لاقيه خالص. جي بي اس؟ وده عايزه ليه؟ انت مش حافظ الطريق؟ حافظه نسبيا يعني. كان في سحابة باين كده بنخش من عندها يمين او المهم يعني فين الجي بي اس؟ ما انا مسحته. الميموري كان على اخره وكنت عايز انزل البوم طارق الشيخ الجديد. واعتمدت على انك حافظ السكة. انت بتهزر عم سيد صح؟ عزوز ولد عيب انا هزر معك وفي موقف زي ده؟ ده حصل فعلا. سيد ما يكذبش ابدا. حلاوتك البنزين بيخلص وانا مش عارف احنا فين ومش لاقي المطار. يعني ايه؟ يعني هنقع؟ منك لله يا عزوز يا ابني. ايه اللي بيحصل عندك يا زيزو؟ فيه ايه؟ مبسوط كده يا عم سيد؟ شوف يا عزوز يا ابني، القاعدة العلمية بتقول ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. يا سلام، دي قاعدة علمية؟ دي كانت قاعدة أنس دي؟ أنت ضيعتنا يا عم سيد. عزوز يا ابني، في حد يعلم الطريق بسحابة وفي الآخر تقول لي أنا اللي ضيعتكم يا راجل؟ ما بالراحة على الجدع يا عم سيد، ما تزعلش يا عزوزي. خلصنا بقى منك ليا كلمة أبرك من جرنان. الليل داخل علينا واحنا في جزيرة مش عارفين هنتصرف ازاي. خلاص يا جماعة خلاص، احنا لازم نرتب نفسنا بقى ونعرف هنعمل ايه. يا ترى اللاسلك شغال ولا ايه؟ شغال طبعا، انا كنت بسمع عليه الماتش بس الزرار اتقطم مني وثبت على الشباب والرياضة. يا سلام، يعني كمان مش معانا لاسلك نبعت بيه استغاثة؟ احنا كده ضعنا رسمي، احنا حتى مش عارفين احنا فين يا جماعة. عموما هنبقى يا في افريقيا يا اسيا يا امريكا اللاتينية، مش هتخرج من التلاتة دول صدقوني. يعني مفيش احتمال ان احنا نبقى في استراليا مثلا؟ طب الحمد لله طمنتني، منك لله يا بعيد. مالك انت وهو مبلولين كده ليه؟ يا اول مرة نتوه ولا ايه؟ ما احنا ياما تهنا ولسه ياما حنتوه. ايه الحقيقة هي اول مرة نتوه فعلا، اول مرة اصلا نخرج برا مصر. انا شفت كذا فيلم قبل كده شبه اللي احنا فيه ده. بصوا بقى يا جماعة، اول حاجة قالوها في الفيلم ان لازم نختار قائد. ايوة طبعا، يا اما الدنيا تبوظ من غير قائد. عزوزي حبيبي هو القائد طبعا، اكترنا علما واجملنا شكلا. قمر يا نيس يا اختي. نعم يا اختي. عزوز ده ايه؟ ده هو السبب في اللي احنا فيه. اسمعوا انتوا الاربعة، احنا هنا مش في المطار. القائد هنا لازم يبقى حد مخربش، حد صايع زي كده. يا سلام، بقى هيصة الطباع هو اللي هيقودنا للخروج من الأزمة. بس بقى، لا انتوا هتتخانوا ولا ايه؟ احنا هننتخب قائد زي اي مجتمع متحضر. يبقى كل واحد يعمل دعاية انتخابية لنفسه ويقدم برنامجه ونعمل انتخابات وإعادة، واللي يكسب هو اللي يدير شؤون الجزيرة. هي دي الديمقراطية. الديمقراطية دي تبقى خالتك طبعا. عزوز هو اللي هيكسب عشان نعناع هتصوت له. الحق يا كابتن، ده الواد الخواجه راكب الطياره اللي عدت لسه من شويه. بص يا كابتن، ده خلاص واقف على باب الطياره وهينط اهو. يخلصك كده يا كابتن؟ الواد الحلوه ده ينتحر؟ عزوز يا ابني انت قلبك كبير وما يخلصكش. خلاص يا جماعه ما تستغلوش طيبتي اكتر من كده. خلاص هنقذوا امر الله. ثواب برضه تاني يا خواجه، انت ما بتحرمش.
يا نهار ابيض، انتوا تاني؟ انت فاكر اننا هنسيبك تنتحر ولا ايه؟ يلا يا هيصة، الصلاة على النبي. ايه يا حبيبي اللي عملته ده؟ ايه اللي انت عملته برضه؟ انت بتستغفلني وتنتحر من الفريرة بتاعتي يا خواجة؟ حبيبي انت خري، دي اسمه سكاي دايفنج. انتوا تسموه عندكم زي ما انتوا عاوزين، انما عندنا هنا ما ينفعش كده، نروخ في داخ يا حبيبي. وليه يا ابني تيأس من رحمة ربنا وتقوم عامل استغفر الله العظيم سكاي فايفنج كده؟ حرام يا ابني، صدقني سكاي فايفنج في السن ده انتوا هتجننوني ولا ايه؟ ده ما فيوس هاجة وهسة سكاي دايفنج ده. براحتك يا خواجة، بس عاوز تعمل في نفسك السكاي دايفنج ده اعمله بعيد عني، انما مفيش سكاي دايفنج من الفريرة. خلاص احنا رجعناك المطار اهو زي ما اخدناك، وبراحتك انت بقى. خلاص خلاص حبيبي، نو بروبلم، انما صدقني انت لو جربت سكاي دايفنج هيعجبك كتير. لا حول ولا قوة الا بالله يا ابني، كفاية ذنوب بقى. شفتوا اهو، نشر الموضوع بين الناس اهو، وخلى ناس كتير قوي يجوا كمان ينتحروا. طب وبعدين يا كابتن؟ هي دي فرصتنا يا جماعه، دلوقتي هندخل وسطيهم ونعمل نفسنا هنعمل زيهم، وبعدين نبوظها لهم. ارتفاع 4000 متر. شكرا. وقف عندك انت وهو، ما حدش هينتحر هنا، اللي هينتحر هضربه بالمسدس ده. عزوز يا ابني انت عبيط، دول اصلا هينتحروا، انت كده بتساعدهم. انتوا تاني يا جماعه، حرام عليكم كده، حرام. انا مش عارف اعمل سكاي دايفنج ولا نط بالباراسوت خالص بسببكم. انا ايه اللي جابني هنا بس يا ربي؟ ايه اللي جابني هنا؟ انت جيت هنا علشان تتوب؟ أيوة كده، اندم وارجع لربنا. ثم ايه علاقة الباراشوت بالسويساندنج اللي انت بتعمله ده؟ يا حبيبي احنا بنعمل سكاي دايفنج وبعدين بنفتح الباراشوت عشان ننزل على الارض وما بنموتس. ايه ده؟ يعني انتوا مش بتنتحروا؟ ننتحر ايه حبيبي؟ دي رياضة ممتعة جدا، وكل الناس دي جايين عشان يستمتعوا بالرياضة الجميلة دي في السكاي بتاعت ايجيبت. ياه، ما ظلمناهم ولا ايه يا جدعان؟ شكلنا وحش قوي كده يا جماعه. هو انا مش سالتك عم سيد يعني ايه سكاي دايفنج، وانت اللي قعدت تفتي؟ خلاص عزوز خلاص، خسر خير. بس ايه رايك انتوا كمان تجربوا السكاي دايفنج حبيبي؟ هتتبسطوا منه كتير. يلا حبايبي. ده طلع جميل قوي السكاي دايفنج ده. شفت حبيبي، انت دلوقتي طاير زي الطيور في السماء. يلا افتحوا الباراسوتس بقى. لا لا لا، ايه ده؟ هي مش بتفتح ليه؟ مش عارف، مع اني حاطط الملايات بنفسي في الشنطه يا جدعان. ملايات؟ هو ده بقى السويسانتك اللي بجد؟ الله يخرب بيتك يا عيسى. مين فيكم كابتن عزوز؟ ايه؟ هو ده سعادتك عزوز الحقيقي. لا عزوز مين؟ هو ده شكل كابتن ده؟ عزوز اهو بيه. كابتن عزوز انا مش عايزك تقلق، انت الاختيار وقع عليك يا بطل عشان تقوم بمهمة قومية، مهمة عشان مصر. ده نعناي المصر، بس هي دخلت حضرتك يعني مقلقة شوي. شوف يا عزوز يا ابني، كل اللي فاضل كام يوم ونلعب اول ماتش لينا في كاس العالم مع اوروغواي، وبلغتنا معلومات ان المافيا الاوروغواي الاوروغواييه هتحاول اختطاف المدير الفني للمنتخب المصري كابتن كوبر ومساعده كابتن محمود فايز. طب والمهمه ايه يا فندم؟ المهمه انك توصل كابتن كوبر وكابتن فايز لروسيا بشكل سري من غير علم المافيا. وطبعا الاختيار وقع علينا علشان انا طيار ممتاز والفريرة بتاعتي بتقدر تطير وتغطس وتعوم. لا طبعا،
الاختيار وقع عليك عشان محدش ممكن يتخيل ان المدير الفني ممكن يتنقل في الشيء ده، ولو ده تم احنا هنكافئكم بانكم تشوفوا الماتش هناك وتقعدوا في الدرجة الاولى كمان. احنا كلنا فدا مصر يا كابتن. شركة عزوز اير ترحب بكم على متن الفريرة F-17 في رحلتها رقم 1.6/10، وتتمنى لكم رحلة سعيدة. وعايزين نكسب بقى خواجة والنبي نكسب. ها الجو في روسيا تلج قوي يا جماعة، تقلوا بقى وانتوا نازلين لحسن تاخد برد يا خواجة وما تعرفش تقودنا للفوز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا كابتن نورتنا، والنبي شكلك هفتان. تشيكن اور بيف؟ ممكن تترجم له يا كابتن؟ يعني قول له عندنا تشيكن اللي هي كبدة، وبيف اللي هو سجق. اي لاف كبدة بوينو كبدة وسوسج. مستر كوبر خف شوية، مش مطمن للكمية. يا اخويا سيب الراجل ياكل ويتمتع، على كل يا خواجة وتقود كده عشان تعرف تدير الماتش. ماي ستومك تعباني خالص. مالك بس يا خواجة؟ ماله يا كابتن؟ ضرب الكبدة. بوينو كبدة بوينو. مش قادر. الله يخرب بيتك يا نعناعة، هو ناقص يا بنتي كبدة يا نعناعة؟ ده هو لسه ما فاقش من الفتة بتاعت رمضان اللي فات. واحنا مالنا يا كابتن؟ هو اللي نزل على الكبدة والصدوق زي الوحش، محدش عرف يوقفه. يا فرحة المخابرات الأرجوياية الأرجوياية هي اسمها ايه؟ يا عم قولها المخابرات بتاعت أرجوي وخلاص. بقول لكم ايه، انا هرجع بيكم على اي مستشفى في مصر علشان يلحقوا يتصرفوا بقى قبل الماتش. انت بتتكلم ازاي يا كابتن؟ ده الماتش فاضل له كام ساعه يا دوب يعني نوصل فيهم روسيا. وبعدين ده انت قلت ان المهمه دي سريه، هنروح المستشفى والخبر ينتشر وحتيجي المافيا لمؤاخذة اللي هي الارجوانيه الارجوانيه والبتاعه دي يعني تيجي وتفشل خطتنا. امال نعمل ايه يا جماعه؟ دي مسؤوليه، دي مصر مصر. يبقى مفيش حل تاني يا جماعة، عشان خاطر المنتخب وعشان خاطرك يا مصر أنا هشيل المسؤولية على كتافي، وأنا اللي هحل محل كوبر في الماتش لحد ما يقوم بالسلامة. أنت بتقول إيه يا عمونا؟ لا إحنا أحسن نتكشف ونبلغ المافيا الأرجوزية ديت ولا البرجوزية ديت النيلة ديت وتيجي تقتلنا أحسن، إنما أنت تضرب المنتخب لا، ده إحنا نروح في داية. يا كابتن ده احنا ما صدقنا وصلنا لكاس العالم، ده كده مش بعيد المنتخب ينزل المظالين. استنوا يا جماعة، اكيد عزوز عنده نظرية برضو. يا جماعة احنا مضطرين مش بمزاجنا، القدر هو اللي حطيني في المسؤولية دي، وبعدين هو كوبر يعني يفرق ايه عنه؟ هو كابتن وانا كابتن، هو بيقود المنتخب وانا بقود الفريرة، هو من الارجنتين وانا من السنبلاويين، يعني الفرق مش كبير اهو. ظاهر يا جماعة إننا ما قدمناش غير اللي عزوز بيقوله. عموما أنا هبقى جنبك يا ابني، أفيدك بخبراتي في التدريب وأترجم لك لو احتاج الأمر. What about the match؟ بيسألك هي إيه الخير؟